لكن في نفس الوقت هناك قصور بعمليات إدارية. طبعا هذا العامل الإداري هذا متلازمة عندنا يمكن من سنوات، مو هسه، حتى بالمنتخبات في السابق والحاضر. يعني احنا عندنا أخطاء إدارية أقل ما يقال عنها أنها أخطاء بدائية. يعني مشكلتنا ما نتعلم من السابق، ما نتعلم من أخطائنا كيف تكون، لذلك احنا يمكن خسرنا بطولات بسبب أخطاء إدارية، خسرنا منافسة بسبب أخطاء إدارية. هذه الأمور أصبحت ملازمة للعقلية العراقية اللي يمكن المتكونة في هذا الفترة. لذلك أنا أشوف أنه من حق جماهير كرة القدم العراقية وجمهور القوة الجوية أن يكون حانقا على ما حصل لفريقه، لأن هو متأكد أن فريقه فريق بطل، استطاعته أنه يفوز في هذه المباراة ويحقق نتيجة إيجابية حتى ما أضغطه. لكن بهذه الحال بالتأكيد راح يقلل من حظوظه في هذه المباراة. زين، المباراة بعد يومين.